الفلسطينيون باعوا أرضهم، أكذوبة كبيرة روجها المشروع الصهيوني بهدف تبرير احتلاله أرض فلسطين وسرقة بيوت السكان الأصليين. هذه الفكرة رددها عربو المشروع الصهيوني وكرروا أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض لتسويق احتلالهم. عودة إلى التاريخ تظهر الدور البريطاني الأساسي الذي سهل دخول الإسرائيليين إلى فلسطين وكيف بدأ التخطيط لسرقة الأراضي بالقوة. قلة من اليهود كانت تسكن في فلسطين لا يتجاوز عددها المئات قبل مجيء الانتداب البريطاني، لكن تدخل بريطانيا لدى السلطات العثمانية مهد لإصدار أول فرمان عام 1849 يجيز لليهود التملك في الأراضي المقدسة، ليتم بذلك إنشاء نواة أول مستوطنة يهودية في فلسطين. لكن الأيادي السود ما لبثت أن بدأت تظهر بوضوح مع قدوم الانتداب البريطاني، لتتضح بعدها نيته بناء وطن يسكنه اليهود على أرض فلسطين. هذا الهدف ترجم لاحقاً عبر وعد بلفور الذي ينص على تأييد حكومة بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. حين بدأ الانتداب البريطاني لفلسطين كانت نسبة اليهود فيها 7% من إجمالي عدد السكان، وكانوا يمتلكون نحو 1% فقط من أراضي فلسطين. وعد بلفور ترجم عملياً بعدة أشكال. حكومة الانتداب البريطاني أدت دوراً واضحاً وعملت على إثقال كاهل المزارعين الفلسطينيين بالديون والضرائب الضخمة بهدف سلبهم أراضيهم وتحويلها إلى ملكية للسلطات وتمريرها إلى المجموعات الصهيونية لاحقاً. حكومة الانتداب ألغت العديد من القوانين التي يعود عمرها إلى الحقبة العثمانية، وكانت حاجزاً أمام اليهود لامتلاك العقارات في فلسطين، إضافة إلى اختراع قوانين تمنع مثلاً الفلسطينيين في الخارج من امتلاك أي أرض في موطنهم. عملية السرقة الممنهجة للأرض وصلت إلى حد سن قوانين نزع الملكية التي تبيح لصاحب أي مشروع يهودي نزع ملكية أرض مناسبة لمشروعه حتى وإن لم يوافق مالكها على بيعها. السلطات الاستعمارية قامت بتطوير شبكة المواصلات والاتصالات وأنفقت أموالاً طائلة بهدف إجراء مسح كلي لفلسطين ودعم النشاطات المحلية لتعزيز الجهد الاستيطاني. تعمدت هذه السلطات تهميش المشروعات العربية وإعطاء الأولوية لاستثمارات اليهود. القوانين والتشريعات واستخدام القوة لم تكن وحدها كافية لتحقيق وعد بلفور، كانت هناك حاجة إلى جلب المزيد من اليهود إلى فلسطين، ولهذه الغاية أنشئت الوكالة اليهودية، وهي الهيئة التي نظمت ومولت ورعت هجرة اليهود في الشتات إلى فلسطين من أجل إنشاء الوطن القومي، لتخرج بذلك بريطانيا عام 1946 بما مجموعه نحو 1.5 مليون دونم من الأراضي المسروقة، ثم تتبنى الأمم المتحدة قرارها التاريخي بتقسيم فلسطين عام 1947. المخطط الصهيوني ورعاية بريطانيا له قُبل بانتفاضات وثورات شعبية وتحركات نضالية فلسطينية منذ البداية، كان أبرزها ثورة البراق عام 29 والإضراب الفلسطيني الكبير عام 36 وصولاً إلى معركة القسطل عام 48 والتي استشهد فيها القائد عبد القادر الحسيني. خلال أكثر من 100 عام تواصلت المقاومة الفلسطينية ضد دولة الاحتلال وعمليات التهجير والتطهير العرقي. صمد الفلسطينيون في مواجهة كيان محتل مدعوم عسكرياً من سلطات الانتداب البريطاني ولاحقاً من أطراف دولية من بينها أمريكا. المقاومة الفلسطينية تحولت إلى ثورة يومية من خلال العمل السياسي والعسكري حتى بالزراعة والفن، وتطورت إلى يومنا هذا في مقابل دعاية صهيونية روج لها عبر الإعلام الغربي وفي المنابر الدولية، وبينما نشط دور الوكالة اليهودية لجلب المستوطنين إلى فلسطين
أنشئت وكالة الأونروا بهدف تثبيت لجوء الفلسطينيين في دول الشتات. وعلى الرغم من كل محاولات تشتيت الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً والتضييق عليهم ومحاولات عزلهم عن محيطهم، يصر الفلسطيني على التمسك بأرضه ورفض التخلي عنها حتى لو بقي وحيداً.